زينة الصلاة واللي الناس فاكرة إن هي عشان الناس بتصلي أو حد بيصلي كتير إن هي تظهر زينة الصلاة دي من الناحية الدينية، لا هو مش كده خالص، لكن من الناحية الطبية بتقول إن ده سبب التهاب في الجلد نتيجة احتكاك الجبهة بسجادة الصلاة وتراكم بكتيريا، فعشان كده بيكون الجلد الميت اللي هو بيسموه زبده الصلاه. اكتر ناس بتكون عرضه لزبده الصلاه ديت ان هي تظهر لها في الجبهه اللي هم عندهم الوزن الزايد او السمنه، وكمان الناس المريضه بالسكر. لكن علشان نتجنب ان زبده الصلاه ديت تظهر في الجبهه عندنا او نحاول نشيلها او نعالجها، انك تتجنب الاحتكاك الشديد بضغط الجبهه بسجاده الصلاه، ويكون السجود على سجاده ناعمه وتكون معقمه، وتستخدم حجر خفاف علشان تشيل زبيبة الصلاة ديت لو كان الحالة شديدة أوي. ممكن كمان تستخدم كريمات ومرطبات، ولو انت هتحتاج تروح لصيدلية هو بيعطيك مضادات للهستامين ومضادات للالتهابات لو في مكان احمرار. بحاول على قد ما تقدر ما تتعرضش للشمس بشكل مباشر علشان بيعمل على زيادة التصبغ لزبيبة الصلاة ديت.